انا واقع في مصيبه كبيره قوي، انا واقع وتليفوني متراقب وما كانش ينفع نتكلم من غير ما نقفل تليفوناتنا، ولازم ارجع افتحه تاني بسرعه قبل ما حد ياخد باله. مصيبه ايه؟ فهمني يا مالك. الداتا بتاعتي على اللابتوب وكلها اتهكرت من واحد تبع الدارك ويب، وبيساومني وبيخليني اعمل حاجات كلها اذى الناس انا ما اعرفهاش، وبيهددني فيديو فيك عامله لماما، ولما سمعتش كلامه هيأذيني وهيأذي عيلتي. وانت ايه اللي دخلك في الحوار ده؟ مفيش يا نوح، كنت بلعب جيم اونلاين، دخلت عشان اشتري ليفل جديد، بعت لي لينك فتحته لقيت نفسي اتدبست في الحوار ده كله. العاب تاني؟ كان يا ملك؟ ده اكيد في شباب كتير قوي متورطين في الموضوع ده، ولاد وبنات واهاليهم مش عارفين اي حاجه. والبنات بقى بيطلبوا منها ايه؟ دي مصيبه. لا دي كارثه. الاول كانوا خلاص قاعدينهم على الجيم وبيوهموهم ومضيعين حياتهم، التارجت عالي بقوا يستخدموهم، وده طبيعي. كل تفاصيل حياتك على زفت الانترنت، لازم يستخدموه في اصعب من كده. انا بتبكره التليفونات. والهاكرز اكيد بقى بيطلبوا منكم حاجات مصايب. ها هم بيطلبوا منكم ايه؟ سرقت شنطه من عربيه حد، طلبوا مني اوصلها لمكان معين. نهار اسود. وفكيت عجل العربيه اتقلبت، والناس اللي فيها كانت هتموت بسببي. نوح انا مش عايز اعمل كده تاني.